الدولة هتطبق غرامة على اللي هيرمس بلا في الشارع من 2000 ل 20000 جنيه، انت رأيك في القرار ده؟ قرار جميل ونتمنى الناس كلها يعني تعمل بيه، يعني ان احنا بنشوف زبالة خصوصا المناطق الشعبية. والله يا ريت ينفذ، مفيش رقابة، ما البلد القمامة في كل مكان. للأسف الشديد احنا مصر كنت بلد الكنانة، دلوقتي بلد القمامة. هو القرار ده كويس بس صعب على المصريين، يعني ليه؟ ان هم ما تعودوش على كده. هي حاجة جميلة بس مش اوفر قوي كده المبلغ، يعني ان هو يغرمه غرامه بسيطه، لكن 20000 جنيه صعبه قوي طبعا. هو الناس تعبانه كلها، الناس كلها تعبانه ومعاش اي حاجه وبتاكل عليها بالعافيه. قرار ممتاز جدا جدا، يعني اصلا كنت مش عارف ازاي ما فيش قانون زي كده. طب ما هو الناس طبيعي ان هي ترمي وطبيعي ان الدنيا تبقى كلها زباله، بس يتطبق. ما في قانون مليون حاجه الف حاجه. قرار مش كويس، لان ليه؟ الدوله زي ما تصدر القرار ده، هل كل الطبقات هتدفع نفس المبلغ؟ هل هتساوي نفسك عامل، يعني مثلا عمال النظافة بيتعبوا وبيعملوا، هل هتساوي نفسك المناطق الشعبية بمناطق الراقية؟ قرار جميل ومية مية، بس ياريت كل قرار يتنفذ، خد بالك، وياريت يكون برضو في المعقول. هو قرار حلو جدا وبيساعد على النظافة وكده، الناس هتخاف ترمي زبالة، فهيساعد ان الدوله تبقى نظيفه، وده شيء حلو جدا. اعتقد ان القرار في محله جدا، لان الزباله طبعا هي بتسبب امراض هيباتيتس سي وامراض كبيره للمصريين يعني، وهو قرار من المسؤولين وفي محله جدا. موافق ان شاء الله يخلوا 50000 جنيه. موافق جدا على القرار وايده جدا 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 جدا، بس يهتموا بالنظافه ويبقى في سله زباله في كل مكان ارمي فيها زباله. الشارع ده كله همشي فيه مش هلاقي سله زباله. والله هو قرار كويس لو هيسيبوا صناديق زباله في الشارع، يعني اذا كان في صناديق زباله في الشارع ماشي، لكن في صناديق زباله في الشارع بتقول للناس هترمي فين؟ طيب القرار تمام، لازم نحافظ على نظافه الشوارع، امال ايه؟ قرار مظبوط، بس الغرامه عاليه قوي، 20000 جنيه حاجه عاليه برضه. انت شايف ان الغرامه ديت ممكن تخلي الناس تخاف وانما ترمي الزباله ولا لا؟ والله بص هقول لك على حاجه، اصل الغرامه ديت الشعب المصري برضه هو مش في دماغه حاجه، انا هرمي ومش معايا فلوس ادفع، هو ده اللي هيتم. انا دلوقتي انت طبقت عليا القرار، هجيب منين 2000 جنيه؟ يعني انت دلوقتي طبقت من 2000 ل 20000 جنيه. طيب يعني مفيش في حاجه اسمها الثقافه عندنا، احنا ما عندناش الثقافه دي، احنا فاقدين لثقافه الوعي النظافه. لو يكون معايا شنطه زباله بدور على صندوق الزباله ارمي فيه، لما بلاقي كوم زباله انا بضطر ارمي على الزباله. انا رميت حاجه في الشارع، خد بالك، خلي الغرامه ان يتحكم عليا مثلا ان انا اكنس الشارع ده بسبب منديل رميته. هو لو هم هيساعدوا اصلا ان يبقى في مثلا باسكت زباله في كل مكان، فده هيساعد على النظافه، فالناس مش ترمي زباله في الشارع اصلا، لان كده كده في باسكت. غالبا مش هيتطبق، فهو يعني اتمنى ان تحصل حاجه كده مره بس في العمر وتتطبق، يعني حاجه يعملوها وتتطبق. انا لو اتطبقت فعلا تبقى ممتازه، لان بص في كل حته. النظافه من الايمان، المفروض كلنا نتكاتف ونتعاون ان ما حدش يرمي زباله، ويوفروا للعمال دي مبالغ كويسه في الراتب بتاعهم. انا كمدرسه في مدرسه ما فيش تعيين في الحكومه فراشين. تمام، احنا بنعملها بالتكافؤ مع بعض كده، بنلم العامل عشان يجي ينظف المدرسه والفصول، يعني حد اقصى 5000 جنيه، وفي نفس الوقت برضه الدوله توفر مثلا حد يلم زباله او كده، برضه ما تسيبش الشوارع، يعني برضه ما تديش فرصه للناس ان هي ترمي. مبلغ كبير شويه على بس ممكن في حاجات تانية ممكن نعملها ان هي تحد من مشكله القمامه. ازاي؟ يعني في شركات ممكن نستعين بشركات اجنبيه شوف الموضوع ده، لكن 2000 ل 20000 يعني هتبقى كتير قوي. اول حاجه مفيش رقابه، زائد الشعب شعب لا مش لاقي ياكل، هيقول لك هات فلوس، الا بقى يجبروهم بقى يعملوا ايه بقى اللي ما يدفعش غرامه، يشتغل عمل تطوعي. ممكن نعمل الفان بيج على الفيسبوك وننزل نجمع نعمل ريسايكلينج زي في اوروبا وفي المانيا، اعتقد ان موضوع الريسايكلينج ده مهم جدا. طب اللي معهوش غرامه يدفع، الدوله تتعامل معاه ازاي؟ هما خلاص، هو احنا خلاص اتخانقنا، يحبسوني يموتوني، يجيبوا كلاب حراسه يموتوني. هيتحبس هيتحبس. هتطبق لان الدوله عايزه تلم فلوس من اي حد. لو واحد بيرمي هتلم معاه، لو لا واحد بيحلق على الرصيف هتلم منه فلوس. لو انا شايف الشارع نظيف انا ذات نفسي مش هرمي فيه. الغرامه يا ريت تبقى ازيد من كده، يعني ازيد من كده كمان. الدولة اصلا فاهمه الشعب اصلا قبل ما تنزل اي قرار، فالقرار دوت انا شايف ان هو صعب والله، ان الناس تتعود عليه قدامهم مثلا بتاع 5 سنين 6 سنين واحده واحده. ملهاش علاقه بالغرامه، ليه علاقه بالقوه التنفيذيه.
القوه التنفيذيه نفسها ما ممكن يرمي سجاير في الشارع عادي، بيرمي حاجته في الشارع عادي. دي الثقافه نفسها بتاعت الناس، يعني ما اقصدش حتى ان الحكومه هي مش لا، ثقافه الناس نفسها ما فيهاش حاجه زي كده. مبلغ كبير، فانت بتتكلم في حق في مبالغ كبيره. الاول شغل الناس وبعدين نتكلم في موضوع الغرامه. اتمنى انه يطبق، ممكن يطبق، اتمنى والله طبقا لاحكام القانون بقى، يعني القانون هو اللي يحكم. انا ما اقدرش اصدر حكم، انا مواطن عادي. تخوف المواطن وتقطم ظهره كمان، يعني ممكن لو واحد رمى ورقه خلاص راح في داهيه 20000 جنيه، ده على 20000 جنيه ده بيشتغل بهم سنتين. اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع.